سموزي بس بالاناناس، وطبعا ثمره الاناناس الطازه. انا كنت هجيب ثمره اناناس والله طازه، بس قلت لا اكيد مش موجوده في كل الاماكن، يعني ممكن ما تكونش موجوده في الارياف او موجوده في القرى او موجوده في محافظات تانية، فهنجيب اناناس كومبوت، علبه اناناس كومبوت هنفضيها كده اهي زي ما هي، وكوبايتين زبادي ونص كوبايه عسل واوراق نعناع. في اسهل من كده؟ تاني، علبه اناناس كومبوت، علبه اناناس كومبوت زي ما انتم شايفين اهو، وعندي كمان كوبايتين زبادي ونص كوبايه عسل واوراق نعناع، وهنضرب كل ده مع بعضه في الخلاط، يبقى عندي كده سموزي اناناس روعه، ينفع في الصيف وينفع في رمضان، وخفيف مش تقيل، لان انا هحط الاناناس زي ما هو كده بالعسل بتاعه او بالشربات بتاعه او بالميه اللي موجود فيها السيرب بتاعه، ونحط عليه كوبايتين او علبتين الزبادي، ونحط عليه كمان العسل الابيض، ونضرب كل ده في الخلاط، نضرب كل ده في الخلاط. وتعالوا بقى نعمل ايه واحنا بنضرب في الخلاط؟ نعمل قمر الدين سده، هنسيبه كده. طب انت ما حطيتش اوراق النعناع يا شيف اسري؟ لا، اوراق النعناع هتبقى جوه المشروب بتاعي. سموزي زي ما قلنا عباره عن علبه كومبوت اناناس بميتها، عليها كوبايتين او علبتين من الزبادي، وكمان عليها نص كوبايه عسل ابيض.